إذن ينضم إلينا من القاهرة السيد مجدي عبد العزيز المحلل السياسي السوداني. سيد عبد العزيز أهلا وسهلا بك في هذه الساعة القاهرة الإخبارية. مع تعدد الهدن ربما وصلنا إلى 7 هدن منذ بداية هذه الحرب المشتعلة في السودان، هل يمكن الآن الحديث أو هل نحن الآن في ترتيب ما بعد هذه الحرب في المسألة السياسية ومسألة المفاوضات والجلوس على طاولة واحدة؟ شكرا جزيلا، التحية لك والتحية لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. أقول لك طبعا بالطبع هذه الهدن هي كما هو معلوم وهو متابع هي هدن هشة، ونحن من قبل أشرنا إلى أن السبب الرئيسي في أن هذه الهدن الهشة أن طرف المتمردين الآن ليس طرف منظم، وأنهم لا يقودون حرب شاملة أو لديهم أهداف تكتيكية محددة، وأنهم فقدوا القدرة على السيطرة على قواتهم. أريد أن أعلق أيضا على حديث الآن هناك حديث عن خروج بعض المستشفيات والمرافق الصحية بسبب القصف، ولكن هناك حديث خجول حول الإشارة لمن فعل ذلك. نعم، من قبل متحدث قال أن ندين الدخول إلى المستشفيات. ما هو معلوم الآن أن فلول المتمردين هي التي دخلت إلى مستشفى الولادة في أم درمان، وهي التي دخلت إلى مستشفى حاج الصافي في أم درمان. طبعا هذه بالطبع هي جرائم حرب، لكن هذه دلالة على ماذا؟ هذه دلالة على التقهر ودلالة على الانهزام، أنهم يلجؤون إلى المستشفيات ليتخذوها دروع من القوات المسلحة ومن الطيران المسير. لذلك يجب وبوضوح على هذه المنظمات وهذه الأصوات الإدانة الكبيرة للقوات المتمردة، لقوات الميليشيات الدعم السريع، وهي تنتهك هذه الحقوق الإنسانية. كذلك هناك بعض الواجهات السياسية بلافتات أطباء وهكذا يتحدثون بخجل عن أنهم لا يوجد تدخل في القرار الطبي. أقول طرف الجيش السوداني لأنه هو المؤسس المنظمة ومؤسسة الدولة، والدولة لها وزارة صحة وتعمل، الذي يتدخل في القرار الإنساني هي ميليشيات الدعم السريع، الميليشيات الفلول التي تدخل إلى هذه المستشفيات وتجبر الأطباء على علاج جرحاها ومنع الآخرين. أما بالنسبة إلى ما جاء في مسألة الحوار السياسي فأنا أقول لك وأستند كذلك على حديث مبعوث رئيس مجلس السيادة الذي كان في القاهرة والآن في أثيوبيا والآن يتجول، نستند إلى طبيعة توصيف ما يجري في الخرطوم. هذا تمرد لقوات كانت تتبع للجيش السوداني، وحدة عسكرية تمردت على الجيش السوداني. على أي أجندة يتم تفاوض سياسي؟ ما هي الأجندة التي يتم التفاوض السياسي حولها؟ صحيح الجيش السوداني يقدم الآن الإنساني على العسكري، ولو أراد أقول لك الجيش لو أراد أن يعمل بسياسة الأرض المحروقة لانتهى من كل هذه الفلول في ساعات، لكن الجيش حرصه على الوضع الإنساني، حرصه على المدنيين، يشتغل بخطوات وبأهداف محددة، وهو يسير بصورة ممتازة وجيدة ويحقق نجاحات كبيرة جدا في تحقيق هذه الأهداف. لكن الـ 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 الوضع كما قلت لك الآن هي فلول مشتتة، وهي أصبحت يعني تستخدم أساليب غير عسكرية وغير حربية، يعني لها أهداف عسكرية فقط، القتل والاغتصاب والسرقة والدخول إلى المستشفيات والدخول إلى المنازل والاحتماء بالعمارات السكنية والأماكن السكنية، وهذا صحيح ما يطول من أمد مسألة التطهير. في مسألة الحوار، لا حوار إلا على أوضاع إنسانية، لا حوار إلا على هدن، وعلى الذين يريدون أن تنجح الهدن أن يقدموا أو يعني يتواصلوا مع الطرف إن كانوا يستطيعون مع الطرف هذا الطرف المهزوم لوضع لائحة أو لوضع مسارات أو لوضع شيء ما حتى تتحقق هذه الهدنة. القوات المسلحة كما نقول دوما عينها على الهدنة، لكن عينها على هذه التحركات العشوائية والتحركات الانتحارية، مثل التحرك الذي كان على مدينة الأبيض من هذه الفلول الهاربة والتي حاولت اقتحام مدينة الأبيض وتم دحرها. إذن يعني سيد مجدي كأنك تقول أن الحل هنا ليس حلا سياسيا إنما هو حل عسكري بالأساس. أنا أقول لك المصطلح ليس مصطلح الحل العسكري، المصطلح هو الطبيعي في أن قوة عسكرية تمردت على جيش وطني يتعامل معها وفق الأعراف العسكرية.
هي بالقانون تتبع للقائد العام، يجب على الآن على الجنود إما أن يرضخوا لتوجيهات القائد العام أو إلى نداء القائد العام الذي عرض عليهم العفو في حالة تسليم أسلحتهم، والكثيرون فعلوا ذلك، وحتى بعد تواصل الإدارات الأهلية نجح هذا. لكن الذين يريدون أن يخلقوا كما قلت منطقة رمادية لإعادة إنتاج الأزمة ولإعادة إعادة بعض النفوذ السياسي لهذه القوات المنتحرة لا يوجد الآن، لا مستقبل لهم الآن في المشهد السياسي القادم كما تحدث. طيب. قوات الدعم السريع لا وجود لها في المشهد السياسي. بما أنك تتحدث سيد مجدي عن المشهد السياسي القادم، هل يمكن أن يتم البناء على أو على اليوم الأخير اللي قبل هذه الحرب؟ أعني تحديدا عن الاتفاق الإطاري، عن حتى النقاشات التي دارت بعد الاتفاق الإطاري وما قبل الاتفاق النهائي في السودان، وبالتالي عند الانتهاء من هذه الحرب نعود مرة أخرى إلى النقاشات التي كانت جارية قبل إطلاق الطلقة الأولى. الاتفاق الإطاري نفسه كان غير متوافق عليه، وهو الذي عمق الأزمة وقسم البلاد، وكانت هناك كتل ضخمة مثل الكتلة الديمقراطية وأحزاب كبيرة مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، كلهم كانوا يرفضون الاتفاق الإطاري، لأن الاتفاق الإطاري هو اتفاق إقصائي. حتى الحرية والتغيير يعني بعضها كان مشارك في هذا الاتفاق وبعضها لم يكن مشارك. من؟ الحرية والتغيير. الحرية والتغيير المجلس المركزي. صحيح، كان مشارك لكن الجبهة الأخرى لم تكن مشاركة. وهو هذا هو السبب لماذا الآن جاءت الإجابة. لماذا كان المجلس المركزي يقصي الآخرين من الاتفاق الإطاري ومن توسيع المشاركة في الاتفاق الإطاري ومن إبعاد الآخرين عن الاتفاق السياسي؟ لأن هناك كان نية مبيتة لهذه المؤامرة، هو تحالف مع الدعم السريع كظهير عسكري وهو ظهير سياسي له، وكانوا يخطط وقالوا الاتفاق الإطاري أو الحرب، وقالوا هذا، وقالوا إن الدعم السريع هو سيكون هو أساس الجيش القومي. لذلك جاءت المؤامرة حتى تتم عملية يوم 15 من أبريل، عملية خاطفة بقتل القائد العام واحتلال القيادة العامة واحتلال القصر الجمهوري ودفع هذه القوات الموجودة في أرض المعسكرات، ويبقى محمد حمدان دقلو بصفته نائب رئيس المجلس السياسي يرتب الأوضاع في السودان، اختطاف المشهد السياسي، وهذا هو الانقلاب الحقيقي الذي كانوا يريدونه بهذا التعنت. إذا كانت هناك عملية سياسية، العملية السياسية فيها تنازلات، يتحدثون الآن عن التنازلات بعد أن وقعت الحرب، لماذا لم تقدم التنازلات في الوقت في الوقت السابق قبل بداية الاشتباكات؟ سيد مجدي، أشرت في حديثك منذ قليل إلى المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج علي، وكان متواجد في القاهرة والآن ربما وقبلها كان في السعودية والآن هو موجود في إثيوبيا، وتحدث أيضا كان لنا لقاء خاص مع السفير دفع الله وتحدث عن المرحلة السياسية ما بعد هذه الحرب، وقال أنها لابد أن تكون جامعة لكل الأطراف والقوى السياسية الوطنية. هل هناك شكل ما للعملية السياسية أو السياسة في السودان بشكل عام بعد هذه الحرب؟ هل هناك إجماع على شكل هذه العملية السياسية؟ أنا أقول لك الآن بكل المؤشرات كل الشعب السوداني يقف الآن خلف القوات المسلحة إلا المتآمرون الذين يقفون مع هذه الحرب. بعد دحر التمرد وعد الجيش وعلى لسان هذا المبعوث أن العملية السياسية ستكون مفتوحة. هي ما هي أهداف الفترة الانتقالية وما هي أهداف العملية السياسية؟ أولا استقرار الأمن، بحث الحالة المعيشية للناس، التحضير لانتخابات عامة. الذين لا يريدون هذا هم الذين يريدون أن يختطفوا المشهد ويريدون أن يحكموا كانوا بسلاح الدعم السريع ويفرضوا رؤية سياسية واحدة. لكن العملية السياسية والعملية الديمقراطية أن تتيح الفرصة لكل القوى السياسية الموجودة الآن في الساحة السياسية، يمكن أن يكون هناك حوارا شاملا على أهداف محددة هي استقرار البلد وأمنها والوضع الاقتصادي والمعيشي والتحضير للانتخابات. غير هذه النقاط ماذا نريد؟ ما هي الأجندة التي يريدون؟ هم فقط أرادوا أن يحكموا السودان بقوة السلاح، أن يختطفوا المشهد، أن يقتلوا القائد العام ورئيس مجلس السيادة، أن 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 أن, أن يكسروا هذا الأساس، أساس الوطن هو الجيش القومي، أن يكسروا الجيش القومي. وإذا كسر الجيش القومي فقط السقف على الجميع، وكانت الآثار حتى على دول الجوار. هذه هي المؤامرة يا سيدي، ولكن أعتقد بعد دحر التمرد يمكن أن يكون المجال والأفق مفتوحا لعملية سياسية حقيقية وواضحة مثل الذي جرى بعد سقوط نظام الرئيس جعفر نميري وما قاده سوار الذهب. القوات المسلحة حفظت الأمن، فتحت الباب لكل القوى السياسية في فترة انتقالية محددة. صحيح، السودانيون يرون أن هذه نقطة مضيئة في التاريخ الحديث في السودان. شكرا جزيلا السيد مجدي عبد العزيز المحلل السياسي السوداني، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.